وللحديث أكثر عن الزيارة الرسمية لوفد مجلس النواب برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة المجلس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معنا عبر الهاتف من إمارة دبي سعادة النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عضو الوفد المشارك. سعادة النائب، مرحبا بك في نشرة الثالثة وشكرا لكم على قبول الدعوة، ولو تطلعنا سعادتكم على أهم ما جاء خلال الزيارة الرسمية لوفد مجلس النواب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتحديدا إلى المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي. يا هلا ومرحبا، وأشكركم في البداية على هذه الاستضافة، وأود أؤكد أن هذه الزيارات هي تأكيد للدبلوماسية البرلمانية اللي تتمتع فيها يعني مملكة البحرين مع الإمارات العربية المتحدة، وهذا تواصل يعني مبني من القدم بنوه القادة ما بين مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة. وأيضا زيارتنا للمجلس الوطني الاتحادي بمقابلة رئيس المجلس كانت تأكيدا لموقف البحرين اللي هو يدعم مواقف الإمارات العربية المتحدة، تأكيدا حق تشريعات اللي تكون مشتركة ما بين مملكة البحرين والإمارات، واللي احنا نسعى فيها دائما نكون قريبين مع بعض وتطوير هذه المنظومات اللي تخدم البلدين وتخدم الاقتصاد وتخدم الأمور الكثيرة اللي احنا يعني مشتركين فيها معاها. وأيضا تم مناقشة الزيارات انها هي تكون اللجنة الصداقة البحرينية الإماراتية وتفعيل دورها، وانها تكون أكثر اتصال ما بين الدولتين، وأنه يكون ما بيننا تبادل في هذه الزيارات، والتبادل أيضا في المشاريع اللي تكون مشتركة ومهمة بيننا. طبعا هذا النوع من الزيارات يعني احنا دائما متواصلين فيه، ودائما تكون ما بيننا وما بينهم تأكيد حق هذا الروابط، والحمد لله رب العالمين يعني كانت الزيارة موفقة، والنتائج اللي يعني ان شاء الله راح نطلع فيها وراح نستفيد فيها راح تكون ان شاء الله طيبه وتخدم البلدين باذن الله. نعم، سعادة النائب احمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الاخبار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.